البرازيل 31، بلغاريا 11، كندا. انا بقرا لكم الدول، ما حدش اتكلم على الدول دي وهو بيتكلم على مصر اللي هي اقل من كل الدول دي، اقل. ولكن هو ايه عايز يضرب مصر وايه، وعندك هم نفسهم اللي يتكلموا يقول لك الحق. لا يا سيدي، ده هو بيتكلم اهو، شوف ادي القائمه انا بعرضها قدام حضرتك. كندا 68 سلعه، تشيلي 20، الصين كام؟ 84، كولومبيا 19، كوستاريكا 22. طب نروح لاوروبا، دنمارك كام؟ 17، الدومينيكان، جمهوريه الدومينيكان 21، احنا اهو مصر 10. التركيز كله على مين؟ مصر. طب فين بقى الدول؟ ليه ما حدش بيقول الكلام ده؟ الموضوع مش احنا، مش احنا المستهدفين يعني. لا، فرنسا 31، المانيا 37، غانا 11، اليونان 19، هونج كونج 51، نوع صنف سلعة. المجر 14، الهند 57، اندونيسيا 30. انا بحاول اختار لكم كام واحدة كده من اللي قدامنا. ايرلندا 13، اسرائيل 23، ايطاليا 36، اليابان 41، كوريا الجنوبية 39، ماليزيا 32، المكسيك 72 صنف، باكستان 23، فلبين 30، بولندا 20، البرتغال 18، روسيا 17، سنغافورة 21، جنوب أفريقيا 19، إسبانيا 32، تايوان 45. احنا بنتكلم في ايه؟ اتكلموا في ايه؟ تايلاند 47، تركيا 22، مش 10، 22، المملكة المتحدة 45. 45، حد اتكلم على الدول دي؟ حد جاب سيرتها؟ حد قال الدول دي فيها مش عارف ايه؟ لا، ركز على مصر، اضرب في مصر، اضرب في اقتصاد، اضرب في زراعة، اضرب دولار، اعمل حصر، كل حاجة، ما يبقاش عندك حاجة. ما يبقاش عندك لا وارد ولا 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 قناة ولا عندك سياح ولا عند يعمل لك كل حاجة. طب الدول دي بتاعتكم، حدش اتكلم عليها ليه؟ وبالمناسبة لقينا روسيا النهاردة خدت قرار وقالت لك احنا مش هندخل الفواكه والموالح ومش عارف ايه المصرية اعتبارا من 22 في الشهر ده. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ روسيا الشقيقة الصديقة يعني. قال لك والله لانه مش عارف الموارد، طبعا هي تلكيكة، لازم نبقى عارفين تلكيكة. والتلكيكة سببها ايه؟ بالراحة كده. ولازم نبقى الموضوع ده هكلمه بالراحة معاكم تماما. من فترة كده شهرين طلع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة قرار فطر الارجوت. الارجوت انه العالم كله 185 دولة، مش دولة، 185 دولة بما فيهم فرنسا ومش عارف انجلترا، كل العالم معتمدين. العالم عامل نظام اللي هو 5 في الـ1000 نسبة اللي هي مسموح بيها. نسبة كام؟ 5 في الـ1000. ده نسبة عالمية مش مصرية، مش احنا اللي حاطينها، العالم 185 دولة في العالم منهم فرنسا وانجلترا، اكيد خايفين على مواطنينهم يعني، صح؟ مؤكد. ولكن احنا احيانا كده بتلاقي قرارات عصيبة او بتطلع ما تعرفش تطلع ازاي وليه وامتى وعشان ايه ومين اللي ضغط ومين السبب، ما تعرف، ما تفهمش، بتطلع حاجات كده. قال لك لا، احنا لازم نبقى دولة فريدة، وهذه الدولة الفريدة اللي هي مصر العظيمة دايما دولة فريدة، ما بقولش لا، زيرو، صفر، ارجوت صفر لازم. طب يا سيدي حضرتك لما انت قلت الصفر اهلا وسهلا، اسأل الناس وزارة الصحة رقم 1، اسأل الناس بتوع الطب الوقائي رقم 2، قول لهم يا جماعة الارجوت ده بيسبب ايه؟
الخمسة في الألف دول اللي مسموح بها عالميا، بكرر تاني، 185 دولة، مش دولة ولا اتنين ولا عشرة ولا عشرين، 185. الناس دي نعمل فيها ايه؟ ندور عليهم. طيب نشوفهم في العالم. تعالوا يا عالم، السيد وزير الزراعة، حضرتك لما خدت هذا القرار مشكور، لا أشكك أبدا فيه خالص، ولكن بقول دايما ايه، وانا باخد القرار لازم ابص لقدام. ايه هو القدام؟ هو حضراتكم لما عملتوا اتفاقيات مع العالم، الروس والرومانيين والامريكان والمش عارف الجن الازرق والعفاريت كنتم محددين نسبه ولا مش محددين؟ حد يرد علي؟ كنت اقول لهم هاخد منك قمح صفر ولا خمسة في الألف النسبة العالمية؟ كنا محددين ايه؟ النسبة العالمية. جات شحنة من رومانيا من يومين باين 60,000 طن، قال لهم لا ارجعوا. ليه نرجع ليه؟ العقد شريعة المتعاقدين، هو مش في عقد بينا؟ الله، هو احنا بنهزر؟ هو انتوا النسبة دي مش العالم كله ماشي بيها، ولا انتوا عملتوا نظام خاص في مصر؟ قال والله عملنا نظام خاص، لان قال خلاص نرجع الشحنة، بس عليكم انكم تدفعوا تقريبا غرامة تقريبا 500-600 ألف دولار. وخد بقى سمعتك بقى في العالم بقى، خد بقى انت سمعتك بقى في العالم يا سيدي، ايه هي سمعتك؟ فجروس قال لك ايه، انت مش عايز القمح بتاعي، يعني النسبة العالمية انت في مصر عايز تعمل من دماغك، مش يعني انت حاجة مختلفة، خلاص وانا مش عايز الفواكه بتاعتك. تقريبا بنصدر تقريبا للروس بحوالي 400 مليون دولار تقريبا، وبنستورد من روسيا 4 مليون طن قمح حوالي 1.5 مليار دولار تقريبا. طيب اهلا وسهلا. سيد وزير الزراعة واللي خد القرار واللي تابع القرار واللي عارف بالقرار، سيادتك سألت احنا هنجيب 10 مليون طن قمح منين؟ انهي دولة في العالم هتديك صفر؟ هتديك قمح بسم الله ما شاء الله؟ طيب الفرق ده بكام؟